السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله كلامنا راح يكون عن أديدان المفلطحة. في بداية الأسبوع الحادي عشر بإذن الله هندرس أديدان المفلطحة، ثم أديدان الأسطوانية، بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم هندخل على أديدان، بعد أديدان الأسطوانية الرخوية. بداية، عند التحدث عن أي نوع من أنواع الحيوانات لا بد من هذا المخطط، وهو مخطط العلاقات التركيبية. تمام، هذا المخطط نهايته ينتهي عند الحبليات، وهي نهاية المقرر أحياء واحد. في أحياء اثنين إن شاء الله راح تبدأ معك الفقاريات بأنواعها. طيب، من هذا المخطط يتضح إن إحنا هندرس أديدان المفلطحة، وبالتالي أنا ببحث عن أديدان المفلطحة في هذا المخطط. نجد هنا أديدان المفلطحة، لما ننزل الخصائص بتاعتها نجد أنها عديمة التجويف الجسمي، وهذه خاصية مهمة جدا. ثم الشيء الثاني، وهو أنها ذات تناظر جانبي. يبقى لما نتكلم عن الديدان ديت، هذه هنا أول خاصيتين أنا جبتهم من مخطط العلاقات التركيبية، هي كأنها ذات تناظر جانبي. الشيء الثاني، هي عديمة التجويف الجسمي. طيب، تركيب جسم الديدان المفلطح. هي ديدان ذات جسم رقيق يشبه الشريط، وهي عديمة التجويف الجسمي زي ما احنا قلنا، ذات تناظر جانبي. طيب، ماذا يميزها عن الاسفنجيات واللاسعات؟ أنا لها رأس محدد وأعضاء داخل الجسم. تمام، المعيشة لا إما متطفل لا إما حر، هذا له تكيفات بيعيش بها، وهذا له تكيفات. الله سبحانه وتعالى وهب الكائن المتطفل خصائص مختلفة تماما عن الكائن الحر. نجد هنا بالنسبة للتغذية والهضم، فبيقول لي أول شيء الديدان الحرة. الديدان الحرة بتتغذى على المخلوقات الميتة أو البطيئة الحركة، ويدخل الطعام عبر البلعوم. البلعوم هيرسله للقناة الهضمية. طيب، دي جزئية مهمة جدا، لأن موضع أسئلة اختبار في أكثر من مرة. يتم الإخراج في ديدان مفلطحة، أو بتخرج الديدان المفلطحة الفضلات عن طريق فتحة الفم. هذا بالنسبة للكائن الحر. نجد الكائن المتطفل أو الديدان المتطفلة تبقى مميزة بخصائص لكي تكون متطفلة. فنجد أن هذه الكائنات لها ممصات وخطاطيف. الممصات والخطاطيف للالتصاق بالعائل، ولا جهاز هضمي، لأنها تحصل على الغذاء من دم العائل. طيب، لما نتكلم عن التنفس والدوران والإخراج، نجد أن هذه الكائنات ليس لها جهاز تنفس أو دوران. طيب يا أستاذ، كيف بتحصل على الأكسجين؟ عن طريق عملية اسمها عملية الانتشار، من خلال جسمها الرقيق. كذلك الحال بتتخلص من ثاني أكسيد الكربون عن طريق برضو الانتشار. طيب كده، أهم ما يميز هذه الكائنات ليس لها جهاز لا تنفس ولا جهاز دوران. طيب الإخراج، بتتخلص من الفضلات زي ما قلنا قبل في التغذية عن طريق فتحة الفم، وقلت لك دي موضع أسئلة كثيرة. طيب، بيتم التخلص من الماء الزائد عن طريق خلايا اسمها الخلايا اللهبية. سميت لهبية لأنها تتحرك، أو ليها لهب بيتحرك زي اللهب بالظبط. الأهداب دي بتتحرك مثل اللهب بالظبط، هتطرد الماء إلى خارج الجسم عبر الأنابيب الإخراجية. هذه هي تركيب الخلايا اللهبية. كما تلاحظون إنها هنا عبارة عن أهداب كده. الأهداب دي لحظة الحركة، لحظة ما تتحرك يمين أو يسار، كأنها لهب حق الشمع. طيب،
لما نتكلم عن الاستجابة للمثيرات، كيف ان الكائن ده بيستجيب للمثيرات وهي لسه كائن بدائي جدا، يعني احنا لسه الحين بنتكلم عن الكائنات البدائية، وكان لسه ما تتطور، ما له جهاز عصبي، تمام، بمعنى الجهاز العصبي او جهاز عصبي كامل مثل الانسان، لا. فدي بيقول لي جهاز العصبي عبارة عن عقدة في منطقة الرأس، عقدة عصبية في منطقة الرأس اخرج منها حبلين عصبيين. طيب الحركة، الحركة عبارة عن حركة انقباض عضلات زي كما تلاحظون هنا، هنا ده مثال على الحركة، هي الحركة بتتم عن طريق انقباض أو انزلاق العضلات بأبسط مفهوم جدا، تمام كده. كمراجعة سريعة تكلمنا عن أول شيء التغذية والهضم، قلت لك فرق بين الكائن الحر والكائن المتطفل، تكلمنا عن التنفس والدوران والإخراج، قلنا ليس لها جهاز لا تنفس أو دوران. طيب الإخراج كيف بيتم؟ عن طريق الانتشار. تكلمنا عن الاستجابة للمثيرات، أه يا أستاذ، عقدة عصبية بياخد منها حبلين عصبيين. طيب الحركة هي حركة انقباض، انقباض العضلات فقط. نيجي هنا للتكاثر. التكاثر الجنسي، قال لي والله هي عبارة عن ديدان خنثى، وركز على الجنس شوي. يعني ايه خنثى يا أستاذ؟ يعني تحتوي على عضوي التذكير والتأنيث. طيب التكاثر اللاجنسي من خلال التجدد، يعني ايه تجدد؟ لو اتقطع النصفين، كل نصف طالما بيحتوي على المادة الوراثية بيعطيني كائن جديد. كذلك حد بيقول لي التجدد من خلال التجدد، حيث إذا قطعت إلى نصفين ينمو كل نصف معطيا دودة جديدة. طيب تنوع الديدان المفلطحة، ما هي الأنواع أو ما هي أنواع الديدان المفلطحة؟ لما نتكلم عن تنوع الديدان المفلطحة، إيه هي الأنواع اللي موجودة؟ أو إيه هي الأنواع اللي ندرسها في الديدان المفلطحة؟ لها 3 طوائف. أول طائفة هي طائفة التربلاريا، الطائفة الثانية طائفة الديدان المثقبة أو التريمادودا، الطائفة الثالثة هي طائفة الديدان الشريطي. طيب أول شيء طائفة التربلاريا، المثال عليها البلاناريا. البلاناريا يا شباب هي حرة المعيشة، تعيش في الماء العذب أو المالح أو التربة الرطبة. لما نتكلم عن التربلاريا بتمتلك بقعة عينية. يعني إيه بقعة عينية؟ هي ليست بالعين الحقيقية كما ترون، هي ليست عين، ولكن عوضا عن العين بقعة عينية، مجرد بقعة عينية تجمع للخلايا الحسية للإحساس بالضوء. طيب ثاني شيء أو ثالث شيء، بتمتلك مستقبلات كيميائية على جانبي الرأس بتساعدها على تحديد الأماكن. هذه هي المستقبلات حسية كيميائية. الطائفة الثانية هي طائفة الديدان المثقبة أو المثقبات التريماتودا. أهم مثال عليها أو أفضل مثال عليها هي دودة الشيستوسوم المسببة لمرض اسمه مرض البلهارسيا. طيب من خلال الرسم هتعرف تشرح اللي موجود أو تعرف تشرح دورة الحياة. هذا الرسم يا شباب يمثل دورة الحياة. دورة حياة، كيف بتبدأ دورة الحياة؟ أولا هتخترق اليرقات، أدي هنا اليرقة أهي زي ما أنت شايف. اليرقة دي خلي بالك بتسمى السركاري، لأن موضع أسئلة كثيرة. هذه في آخر جزء في الكتاب، تحت صورة في آخر جزء في الكتاب. السركاريا هي الطور المعدي، تمام. ليش هي طور معدي يا أستاذ؟ لأنها هي اللي بتنقل العدوى للإنسان. كما ترون يا شباب هتخترق جلد الإنسان عاري القدمين وتنتقل مع الدم إلى أن تصل إلى الأمعاء. بعد ذلك هتستقر في أوردة الجهاز الهضمي، ثم بعد ذلك هتخرج كما ترون، تستقر في أوردة الجهاز الهضمي للإنسان، ثم بعد ذلك هتنمو أو تخرج مع هذه الأجنة أو أجنة الدودة دي مع فضلات الإنسان المصاب. أول ما توصل لماء عذب هتبدأ في النمو، ثم تسبح هذه اليرقة بحرية لتجد
القوقعة، تمام؟ ادي قوقعة العائل، هي دي اللي هتنقل العدوى للإنسان. ليه؟ لأن القوقعة دي يا شباب بيبقى فيها السركريه، تمام؟ هذا باختصار دورة حياة طائفة الدرن المثقبة. طيب يجي سؤال، الطور المعدي، تمام؟ يعني ايه الطور المعدي يا أستاذ؟ هو اللي بنقول عدوى في ديدان الشيستوسوما، هي السركريه، صح أو خطأ؟ طبعا الإجابة صح، تمام؟ بعد ذلك يا شباب الطائفة الثالثة هي طائفة الديدان الشريطية. الديدان الشريطية يا شباب لما نتكلم عليها تتكون من رأس وجسم. الرأس كما ترون كده، هذا شكل الرأس، تمام؟ صورة موضحة للرأس. هو ده كائن متطفل، عشان كده بيحتوي على ممصات وخطاطيف لتثبيت الدودة في جدار أمعاء الإنسان أو الأبقار. هذه الديدان يا شباب بتنتقل للإنسان لما يأكل لحم غير مطهي جيدا، لحم سواء لحم الأبقار أو الماشية، اللحم هذا غير مطهي جيدا، وبالتالي الديدان دي موجودة فيه لو الأبقار مصابة، تمام؟ عشان كده لازم عملية الطهي، طهي الطعام جيدا. طب لما نتكلم عن الجسم، مكون من قطع، حيث تحتوي كل قطعة على أعصاب وخلايا لهبية. كما ترون يا شباب هناك قطع ناضجة وقطع غير ناضجة، تمام؟ القطع الناضجة هي اللي بيتم فيها عملية التكاثر. تخرج مع براز العائل حتى إذا وصلت إلى غذاء الماشية تبدأ دورة جديدة، حيث تخترق أمعاء الحيوان وتنتقل إلى عضلات الجسم. فإذا تناول الإنسان لحوم غير مطبوخة جيدا أو مطهية جيدا انتقلت إلى جهازه الهضمي. ده باختصار الديدان المفلطحة، تمام؟ الحلقة الجاية إن شاء الله هناخد بعض الأسئلة على الديدان المفلطحة وفق ما ورد في كتاب المدرسة، يعني اللي موجود في كتاب المدرسة إن شاء الله هنحله بإذن الله معاكم. والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.